بكره استنى بس حلينا بكره بكره حاعطيك واحد واحد مني اني بكره حاعطيك اليوم ما معي بس بكره حاعطيك أنا زيد افتح لا تخاف فوت وين أفوت؟ فوت أعطيني البنطلون لا تخاف فوت أعطيني البنطلون بزبط لك إياه بس ما تأخذ تهرب إذا ما تخاف فوت أعطيني البنطلون فوت رائد برضو زيد مين اللي برا مين تخافش هات فادي من خالتي اسبوع تعود مش لازم يتعود المفروض بس عندك حل تاني حل المره الماضيه ما جاب نتيجه لا جاب بس مش كل طالب جديد بيجي على المدرسة توقف انت للرائد عشانه ساعتها بتصفي انت الأزهر كثير ضربه يعني امسك خالتك بتسلم عليك وبتقول لك تعال اليوم كل عندنا فاصوليا غريبة خالتي هاي بتتذكر كل اشي الا اني ما بحب الفاصوليا على العموم انا امي راح تتأخر راح اكل معه خلاص معناته بمر لك المسا بفقع الجيم بلاي ستيشن الا زمان زيد سيد الله هذا زبط طب يلا 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 زبط طب يلا يلا المرة الجاي إذا باجي وما بلاقيك واقف وبتستناني راح أخليك تمشي جنب السيارة لباب الدار وأنا قدك هيك كان نفسي بلعبي ومتنح عليها أبوي قال لي إذا بتجيب علامة فوق 90 بجيب لك إياها وفعلا جاب لي إياها بس أنا ما كنت قد الاتفاق وجبت 89
أبوي جاب اللعبة حطها قدامي وكسرها. أنا صرت أنط وأعيط فأكلت قتل فوقها. أبوي كان بده علمني درس إني أكون على قد كلامي، ما كان بده عاقبني. علامة أقل تفرق، بس مش عشان بتفرق، عشان على الأقل تكون على قد الاتفاق. فاهم؟ فاهم. وهو كمان دينا ما حدا بكتب زي هيك. مين هذا الرجل الحقيقي اللي أفعاله تتحدث عنه؟ ييه علينا، أنا حكيت لك ألف مرة ما عم بكتب عن حدا. خلص رأيي، يعني جملة قرأتها وعجبتني ضروري أكون بحكي عن حدا مش فاهمة. والله طب والله ما أنت فهمتي هالجملة أصلا. بعدين قصدك أو مو قصدك، أي حدا رح يقرأها رح يفكرك عم تحكي عن شاب. طيب ويفكروا اللي يفكروه، خلص كل حدا حر بحاله وما حدا إله عندي ولا أنا إلي عند حدا. خلص فوت العشاء. طيب اسمعي، انا لازم اروح امسح الكلمتين هدول وبكره بنحكي. مش ماسحه اشي، بس بكره بنحكي. يلا باي. مين دينا؟ صاحبتي. هاي البنت الجديده. حرام كثير تحكي معي لانه ما في حدا عندهم بالبيت. كيف ما في حدا؟ انا بعرف انه ابوها الميت وامها عايشه. وضعهم مش بزياده، فامها بتشتغل شغلين وبتتاخر كل يوم. ايه عشان هيك. يلا يا اولاد. يلا يلا. انا كثير جوعان اليوم كان طويل. Thank you.
شو هذا؟ شو بتسوي؟